في ليلة رمضانية جميلة وشتوية أجمل ممزوجة بالبرق والرعد، المنتخب المصري بيعود للانتصارات في تصفيات كأس الأمم بعد فضيحة أثيوبيا، بيعود بأداء مميز جدا ضد منتخب ملاوي في شوط بيفكرنا بمباريات مصر القديمة شويتين، وشوط تاني بتقلب المباراة الطابع الودي، مباراة فيها أفكار كتير جدا لروي فيتوريا اللي أنا عن نفسي بقيت متيم بيها. هنتكلم في حلقة النهاردة عن مباراة مصر وملاوي، فقبل ما اخش في اي حاجة انزل اعمل لايك، لو مرة شفنا اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في الهجاصين. اهلا بيك يا وجيه في حلقه جديده من التحليل، وقبل اي حاجه كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم ان شاء الله ويعود عليكم الايام بخير. المنتخب المصري في رمضان تاني يوم رمضان بيجي لنا عشان يقدم لنا وجبه دسمه، وجبه دسمه حلوه بعد الفطار، بيخليك تحلي كده وانت قاعد بتتفرج على المنتخب المصري، مش بيلعب بطابع دفاعي، مش بيلعب بطابع خافت، لا انت شكلك لامع، شكلك كويس، في افكار بتطبق في ارض الملعب. الافكار دي شفناها ضد النيجر وضد ليبيريا، ولكن قلنا ان هي دي مباراه وديه ممكن تكون تجارب او مباريات مع فرق اقل نوعا ما من مستوى المنتخب المصري. ومباراه بلجيكا اللي اخر مباراه للمنتخب المصري قبل كاس عالم قطر كانت ضد بلجيكا، وما كناش بنلعب بطابع هجومي قد ما كنا بنلعب بطابع دفاعي، وكنا اول مره نشوف ري فيتوريا بيرسم الشكل الدفاعي للمنتخب المصري وبنلعب على الهجمات المرتده والارتدادات الدفاعيه المميزه، وكمان على المرتدات والضغط العكسي وكل الشيء دون. ولكن النهارده انت اللي كنت الابر هاند، انت اللي كنت صاحب المبادره، انت اللي كنت اللي بتهاجم، انت اللي ماسك الكوره، انت اللي المفروض يبقى عندك الانماط الهجوميه اللي تهاجم بيها خصمك وتفك التكتل الدفاعي بتاعه وتسجل وتخلص المباراه من هنا، عشان عندك مباراه عوده يوم 28 في نهار رمضان، ممكن لعيبتك تكون صايمه، يحصل لك دروب، يحصل حاجات ما يكونش في ولا بد، ولكن تقتنص 3 بونت في ارضك هنا ده شيء مميز جدا. تعال اكلمك نوعا ما او اكلمك شويه على افكار روي فيتوريا اللي انا بقيت متيم بيها، افكار روي فيتوريا اللي روي فيتوريا فليكسيبيليتي، عنده مرونه تكتيكيه كبيره جدا، ممكن مباراه يلعب لك بشكل ومباراه يلعب لك بشكل اخر، زي مباراه مثلا النيجر وليبيريا لعب كل مباراه بشكل، كل مباراه بافكار، ومباراه بلجيكا لعب بفكر ثالث تماما، ومباراه النهارده بيطبق نوعا ما افكاره اللي احنا بنحاول ندرسها او نحاول نتفرج عليها او نستنتجها لمتابعتنا مع روي فيتوريا المدرب المميز جدا. مصر النهارده بدا بال 4 3 3، بدأ محمد الشناوي قدام محمد عبد المنعم وحجازي، ناحية الشمال محمد حمدي مش فتوح، ودي حاجة كانت أنا مستغربها عن نفسي. ناحية اليمين بيلعب محمد هاني، ثلاثة في نص الملعب طارق حامد وأحمد السيد زيزو ومحمود حمادة، وثلاثي أمامي اللي موجود من كأس أمم أفريقيا صلاح ومرموش ومصطفى محمد. في بداية المباراة الكل معروف او الشيء المعروف يعني ان منتخب مصر هو اللي ماسك الكوره، فبالتالي بدانا مش هنفكر اللي هو مصر هتمسك الكوره ولا لا، احنا بنفكر ايه الانماط اللي المنتخب المصري هيبدا يشكلها ويبدا يلعب بيها علشان يفك تكتل المنتخب الملاوي، لان ملاوي كده كده هتنزل بتدافع قصادك وتحاول تقفل مفاتيح لعبك اللي ابرزها محمد صلاح. طب روي فيتوريا عمل ايه عشان يفك التكتل ده او علشان يخلي المنتخب المصري ما يبقاش عشوائي او يبقى واقف بلا حيله؟ اول حاجه كان بيعملها او ابرز حاجه كان بيعملها هو تجميع اللعب في جهه والتحول للجهه الثانيه. طب بيجمع اللعب في جهه ويحولها للجهه الثانيه ليه؟ هقول لك ليه يا معلم. اولا بيجمع اللعب في جهه، انهي جهه؟ جهه اليمين، جهه اليمين اللي موجود فيها محمد هاني وزيزو ومحمد صلاح، كان بيجمع فيها لعب ازاي؟ اول حاجه كان بيخلي محمود حماده يميل ناحيه الشمال، يبقى هو صانع العاب متاخر مع ثلاثي الدفاع ويميل ناحيه الشمال على الطرف، ويطير محمد حمدي ويخلي عمر مرموش يخش القلب الملعب علشان يسحب معاه الباك رايت او الباك رايت بتاع منتخب ملاوي، والناحيه الثانيه بتشوف ان محمد صلاح بيخش القلب الملعب عشان يخش ويسحب معاه الباك ليفت، وزيزو بيخرج لبره الملعب، ومحمد هاني يبتدي يشكل معاه مثلث عشان يبتدي تجميع اللعب في ناحيه اليمين ناحيه الثلاثي ده، ومره واحده الكوره بتتلعب ناحيه الشمال في المساحه الفاضيه لمحمد حمدي. دي كوره اتلعبت اكتر من مره، اكتر من 5 6 مرات الشوط الاول او اكتر من 7 8 مرات كمان بتلعب في المساحه دي، دايما بتلاقي محمد حمدي واقف لوحده تماما، متفضيه له المساحه تماما علشان دي الحته اللي بيلعب عليها روي فيتوريا. انا جمع اللعب كله عند محمد صلاح وبلمسه ابقى عندي الناحيه الثانيه الدنيا فاضيه تماما اللي انا اصنع لعب. محمد صلاح
تطور جدا في صناعه اللعبه. محمد صلاح في ظرف ربع ساعه، في ظرف ثلث ساعه، عمل اربعه ولا خمسه كي باسس كويسين جدا. كي باسس يعدلوا المزاج، يعدلوا الدماغ. محمد صلاح تطور جدا في الحته دي، والتطور اكتر بقى عمر مرموش. عمر مرموش بدايته مع المنتخب المصري بلغه الكوره كده لاعب طري، لاعب مش اللي هو يخش لك في التحامات ويزق وضرب وتخبيط وكل الكلام ده، لا. كان عمر مرموش بيفقد الكوره كتير جدا في ظل بس يعني ب2 جنيه ضغط عليه كان بيفقد الكوره قدام فرق صغيره مش فرق كبيره حتى. وده شفناه في كاس الامم، وشفناه في مباراه اثيوبيا، وشفناه في مباراه غينيا. ولكن النهارده ضد ملاوي لا، عمر مرموش تطور جدا، بيخش وبيشوف الالتحامات ويخش الالتحامات وبيحافظ على الكوره تحت رجله لاكبر وقت ممكن، لحد ما لاعب من لعيبه منتخب مصر اتقرب منه وابتدي يسلم اللعب. الحاجه الثانيه اللي كان بيحاول يعملها روي فيتوريا واللي هي برده افكار كبيره جدا، وان هو بيخلي احمد حجازي يفتح الملعب بشكل افقي او بشكل بعرض الملعب ناحيه اليمين عشان يدي الحريه لمحمد ان هو يتقدم للامام ويبقى يتقدم في الثلث الاخير او في الثلث الاوسط عشان يدي المساحه لمحمد صلاح سواء ينزل لتحت او يخش لعمق الملعب عشان يبدا في صناعه اللعب، او يخلي حتى احمد السيد زيزو يبتدي اللي هو ينزل في انصاف المساحات ناحيه اليمين ما بين الظهير وما بين قلب الدفاع علشان يبتدي اللي هو يفك الضغط بتاع منتخب ملاوي وفك التكتل بتاع منتخب ملاوي. المنتخب المصري كان مميز جدا الشوط الاول، كان مميز جدا اول نص ساعه في الشوط، ضغط، خمس ركنيات، تضييع فرص، كوره في العارضه، هدف بيتسجل من عند محمد صلاح. وهنا لازم نقف. انت الافكار لسه بتطبق زي ما هي، بتجمع لعب في حته وتجي الناحيه الثانيه ناحيه الشمال عند محمد حمدي. ومحمد حمدي انا بصراحه من وجهه نظري انت لو كنت لعبت احمد فتوح في الدور ده كان هيفيدك اكتر محمد حمدي، لان روي فيتوريا قعد يتنطط على خط ان هو يعني لو كنا صبرنا شويه كان روي فيتوريا نزل جري ورا محمد حمدي. ليه؟ لان محمود حماده لما كان بيميل ناحيه الشمال عشان يطير محمد حمدي، محمد حمدي ما كانش بيطلع، وروي فيتوريا كان بيقعد يتنطط على خط يقول له محمد حمدي افتح الملعب، اجري ناحيه الشمال، افتح الملعب عشان محمد صلاح او زيزو ياخد الكوره ويحولوا لعب ناحيه الشمال، محمد حمدي يوجد المساحه او يلعب في المساحه. ولكن بعد وقت محمد حمدي ابتدى يدرك الحته دي وابتدى يفتح مساحه كويس جدا، وكان بيساعده كمان ان مرموش يخش قلب الملعب ويبتدي يشتغل في انصاف المساحات عشان يسحب معاه الباك. وبصراحه منتخب ملاوي منتخب متواضع، انت لو ما كنتش لعبت كده على ملاوي كنت تلعب كده على مين؟ دي الفكره. دول منتخب متواضع وافكار، لكن افكار مميزه. انت لما تطبق الافكار دي بشكل متقن هتقدر تنافس بيها في كاس افريقيا. مش انت تلعب بقى الفريق اندر دوج واللي انا دافع واللي انا في نص ملعبي واقفل المساحات ويبقى شكلي او انماطي دفاعيه اكتر من هي انماط هجوميه، زي على سبيل المثال كارلوس كيروش. مش بخبط في كيروش او بنتقده، لا، ده انا كنت من اكبر الداعمين لكارلوس كيروش والناس كلها عارفه كده، كنت من اكبر الداعمين ليه وفي ظهره جدا وكنت بتمنى ان هو يكمل مع منتخب مصر. لكن كارلوس كيروش كانت انماطه دفاعيه نوعا ما، وفي النهايه الهجوميه كان عندك ركن هجومي لان ما كانش فيه افكار هجوميه كافيه. ولكن مع روي فيتوريا هو عنده انماط هجوميه بيشتغل عليها بشكل واضح وشكل كويس، وعنده انماط دفاعيه بيشتغل عليها بشكل واضح وشكل كويس. قدام بلجيكا شفناها، وقدام ملاوي النهارده شفناها الانماط الهجوميه المميزه جدا. روي فيتوريا من المدربين اللي مزجوك، المدربين اللي عنده مرونه تكتيكيه مميزه جدا، وعنده كمان اللاعبين اللي في المنتخب المصري يقدروا يطبقوا الافكار التكتيكيه دي كويس، سواء زيزو، سواء محمود حماده، سواء مروان عطيه، سواء امام عاشور، كل دول يقدروا يطبقوا لك الاشكال او الانماط اللي بيحاول يطبقها روي فيتوريا في ارض الملعب. والمميز كمان ان معاه محمد صلاح. صلاح ومرموش وتريزيجيه لما يرجع تاني للمنتخب المصري، وكهربا حتى لما يخش في المنظومه يبتدي يلعب سواء مهاجم او كوينج ليفت، كل دون افكار روي فيتوريا بيبتدي يطبقها في ارض الملعب. وبتدي مباراه بعد مباراه بعد مباراه هتلاقي المنتخب المصري تطور جدا 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 تحت روي فيتوريا. واللي انا بطلبه بس ان التوقفات الدوليه لو انت ما عندكش ماتشات في تصفيات اعمل مباريات وديه قويه، ما تروحش تجيب لي ليبيريا والنيجر وكينيا والفرقه دي خلاص احنا شبعنا منها، روح جيب منتخب قوي زي ما عملت مع بلجيكا كده، روح جيب هولندا، روح جيب فرنسا، روح جيب انجلترا، اعمل مباريات قويه. حتى لو مثلا لو انت تطلب من المنتخب الانجليزي اجي العبك بدون مقابل، او ادفع للمنتخب الانجليزي 200 او 300 الف يورو او 1000 دولار، مش قصه، بس عشان منتخبك يبقى مجهز للاحتكاكات القويه. انت دلوقتي حواليك كل قاره منتخبات تقيله، عندك منتخب المغربي بيوصل سيمي فاينل كاس العالم وفريق كله محترفين، عندك منتخب الجزائري فريق كله محترفين سواء الدكه او الاساسيين، حتى منتخب المحليين منتخب قوي، عندك منتخب السنغالي حدث ولا حرج، عندك منتخب الكوت ديفواري، الكاميروني، الغاني،
نيجيري ولسه المنتخب الصغير اللي بتطلع سواء غينيا بيساو سواء مالي، كل الفرق دي بتعديك، كل الفرق دي هتتخطاك في المستقبل لو انت ما ركزتش. روي فيتوريا مدرب كويس معاه كواليتي لاعبين هيقدر يساعده باذن الله، وان شاء الله مع تفويق شويه اللاعبين نقدر نعمل حاجه في التصفيات، واكيد ان شاء الله نصعد كاس الامم باللي انا اشوفه دلوقتي مع فيتوريا، وان شاء الله ننافس على كاس الامم. مبروك لكل جمهور منتخب مصر، مبروك لكل الشعب المصري، قدموا مباراه محترمه، واتمنى نكمل ونبني على هذا الاساس. وروي فيتوريا حتى لو فشل بالفوز بكاس امم افريقيا نكمل معاه ونديله مشروعه كامل علشان نقدر يطلع قماش في النهايه ونصعد كاس العالم وناخد كاس الامم في المستقبل. في الاخر قرار شخص واحد، هو رايي انا في مباراه مصر وملاوي. قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، كلام منتخب مصر قادر على التطور والمنافسه على كاس افريقيا اللي جايه ولا كل دول لسه بدري عليه؟ قول لي رايك في الكومنتس، ولو حضرتك عجبتك تخش اعمل لايك، لو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس عشان في حلقات قويه جدا نازله خلال شهر رمضان، فانزل اتاكد ان انت عملت اشتراك وفعلت الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكمان مع مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.